النهاردة هنتعلم ونشوف ازاي الحلواني او محلات الحلويات بتعمل كريمة الحلويات بتاعت الطرط والجاتوهات، وازاي بتكون صلبة جدا وما بتسحش بسهولة. اول حاجة هنجيب بولة المضرب الكهربائي ونحط فيها كوباية مية متلجة، يعني المية دي ساقعة جدا، وعليها كمان مكعبين من التلج، وهنضيف ليها كوباية ونص من الكريمة الخام، اي نوع كريمة استخدموه، يعني مش لازم نوع معين. وكمان هنضيف عليها نص معلقة من السكر، والسكر حبيبات يعني مش ناعم. اول حاجة هنقلب المكونات دي كلها مع بعض من المعلقة، لازم يتقلبوا كويس جدا، يندمجوا مع بعض كويس جدا زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. بعد كده هنبدأ نخفق فيهم بالمضرب الكهربائي، وما ينفعش خالص تتخفق بالمضرب اليدوي ولا بالخلاط العادي، هي بس بتتخفق بالمضرب الكهربائي، وكمان مفيش مدة معينة للخفق. بعد شوية هنفصل المضرب الكهربائي، وهنجيب المعلقة او الاسباتولا ونلم الجوانب بتاعة الكريمة بالشكل ده. لو لاحظتوا التلج لسه مسحش كله في الكريمة، بنلم جوانب الكريمة بالمعلقة ونقلبها تقليبة واحدة بس، بعد كده نخفقها بالمضرب اليدوي مرة كمان. عاوز اقول لكم ان سر نجاح كريمة الحلواني وانها هي بتكون متماسكة جدا هي التلج. هنفضل نضرب بيها بمضرب الكهربائي، الكريمة بقت غليظة جدا ومتماسكة جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وعلى فكرة التلج مسحش كله، ممكن بعد كده لو فاضل قطع تلج صغيرة نشيلها من الكريمة عادي خالص ونرميها وبس كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.